رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي معاكم دلوقتي ازاي برسم الفندس والبيروس. قلنا في الفندس في الميكوزة فيها حاجة اسمها جلاندز اسمها جاستريك جلاندز او فاندنج جلاندز. بعرف النظري هي ايه؟ سيمبل برانشيد تيوبيلر جلاند. تعالى ادي السيرفس بتاع الاستومك اهو ده السطح، وانزل بالجلاند اللي هي فاندنج جلاند، شوف انا نازل اهي، واعمل برانش، اروح اعملها بايفوركيشن كده، وارجع تاني وارجع تاني وارجع اطلع للسطح تاني. يبقى انا هنا رسمت واحده من الفاندنج جلاند، رسمت واحده منين؟ من الفاندنج جلاند. طيب ارسم واحده تاني اهي، يبقى دي ماشي اهو بالسطح، انزل تيوبلر واعمل برانش واطلع تاني برانش تاني واطلع تاني واطلع للسيرفس. تمام، كفايه عليك واحده او اتنين، احنا مش هنعذب نفسنا في كذا واحده لان هنا هتكرر نفس الكلام في كل واحده منهم. يبقى انا لاني رسمتها في الفندس يبقى هنا رسمي الجلاند اهي تيوبيلر برانش. هنا بقى بنقول السيلز اللي عامله لايننج للكلام ده. عندي السطح ده اسمه سيرفس، فالسطح السيرفس ده في الاستومك في الفندس باي كيوبويدال ايبيسيليا كولامينار ايبيسيليا كولامينار ايبيسيليم كولامينار ميوكس سكريتنج ايبيسيليم، بسميه سيمبل بسميه سيرفس ميوكس ايبيسيليم، هكبرها اهي كولامينار مفيش اي مشكله فيها كولامينار، ادي السطح اهي وذ بيزل اوفر نيوكليس عفوا بيزل اوفر نيوكليس اهي نيوكليس اوفر اند بيزل اهي، يبقى دي ميوكس سكريتنج سيرفس. واكرر نفس الكلام هنا اهو ميوكس سكريتنج سيرفس كولامينر عموديه كولامينر، واضح؟ طيب انزل هنا هلاقي النك برضه موجود فيها ميوكس سيلز برضه بسميها او ارسمها كيوبويد اهو كولامينر، مش عارف معانا ليه معايا كل ده كولامينر. يبقى ده الكولامينر اللي انا رسمتها، يبقى دي كانت سيرفس ميوكس وديت عشان موجوده في النك هقول عليها النك ميوكس، واضح؟ طيب وانا ماشي في النك ميوكس هتبتدي تظهر لي سيلز جديده اسمها بارايتال سيلز، اسمها ايه؟ بارايتال سيلز. فانا هنا الكولامينر سيلز عامله لايننج كده، انا اهو ماشي يعني واخد الجزء ده ومكبره هنا، ادي الكولامينر سيلز ماشيين اهو اللي هي نيت ميوكس سيلز، هتبتدي تظهر البرايت. هي سميت ليه برايت؟ لانها جزء منها بينزل تحت البيزا اللامنه وينزل فيه اللامنه بروبري، والخليه بتبقى شايف ازاي؟ اوفال ان شيب او تراينجلر، وانزل تاني اعمل كولامينر واجي ارسم واحده ثانيه اهو شوف ولها سن كده. ليه السن ده اللي انا رسمته؟ لانها هي بتبقى عامله تراينجولار ان شيب بالشكل ده. بس هنا البرايتال سيلز بتبقى السيتوبلازم بتاعها سترونج اسيدوفيل، يعني بلون احمر غامق اه، فيبقى لونها احمر غامق وذ راوندد نيوكليس، ولا النيوكليس بتاعتها راوندد اهي نيوكليس راوندد اند بيزل اهي نيوكليس راوندد، لكن هنا دي كولامينر with over nucleus. تعالى نرسمها هنا بقى على النطاق الصغير، يبقى هنا اروح جاي وعامل خليه بالشكل ده اهي دي البرايتال سيل، وانزل شويه واعمل ميوكس سيلز وبعدين البرايتال سيلز، شايف ازاي؟ زي ما برسمها هنا في الجزء الكبير ده. هنا طبعا النيوكليس بيزل اند اوفال اهي، هنا راوندد بالشكل ده، يبقى دي انا رسمت مين؟ البرايتال سيلز. طيب انزل الاقي برضو كولامينار سيلز موجوده اهي،
وهنا بقى تبتدي تظهر خليه موجوده في البيز بسميها تشيف سيل. التشيف سيلز هي ايه؟ انا همشي برضو اهو كلامنا اهي وارسم التشيف سيلز. التشيف سيلز تتميز انها تريانجولار ان شيب، يعني برضو بس على البيزا اللامنه بقى اهي، البيزا اللامنه اهي، وارسم كده تريانجولار ان شيب. دي التشيف سيلز. السيتوبلازم بتاعها الايبكس احمر بالشكل ده، والبيز بتاعها بيبقى بيزوفيليك واخد لون ازرق، فبترسمها بلون ازرق. والنيوكليوس بتاعتها بيزل، يبقى بلاقي جزء منها ازرق وجزء منها احمر، البيز ازرق والابكس احمر، اروح راسمها بالشكل ده. الجزء اللي فوق ده واخد اللون الاحمر اللي هي التشيف سيلز، والبيز واخد اللون الازرق. طبعا زي ما احنا شايفين انها قاعده على نفس البيز اللامنه، لكن هنا في البرايتال سيلز جزء منها نازل في اللامنه بروبر. يبقى انا هنا رسمت السيرفيس ميوكاس سيلز، نيك ميوكاس سيلز، برايتال سيلز، اند التشيف سيلز، واكمل الرسمه بتاعتي بنفس السيلز. طبعا بغطي الجلاند ديه، ممكن ما اعملش الجلاند دي، يبقى كفايه ان انا غطيت الجلاند دي والمنظر بتاع الجزء اللي الميكوزا موجود. يبقى ده الابيثيليوم لايننج، ابيثيليوم لايننج، ده جلاند بسميها فاندنج، جلاند، والسيلز زي ما انا شايف ممكن اكبرها كده جنبها رسمه واقول ان دي السيل. تعالى بقى ان بتوين ذا جلاندز في كونكتيف تيشو سيلز اللي احنا بنسميها اللامينا بروبريا، كونكتيف تيشو سيلز فايبرز. الفايبرز زي ما انا متعود ان هي شرط حمراء اهي، والجلاند محاطه بيها من كل الاتجاه. يعني اذا الجلاند قاعده فين؟ في اللامينا بروبريا. الجلاند قاعده فين؟ في اللامينا بروبريا. السيلز نقط زرقاء بتاعت الكونكتيف تيشو سيلز اللي هي الفايبروبلاست، والبلاد كابيلاريز عرفنا ازاي بنرسمها، ادي البلاد كابيلاريز وزفلات نيوكليس اهي، يبقى ده الفاندس او فاندنج جلاند. تعالى مع بعض نخش في الطبقه اللي بعد كده، في طبقه الماسكولاريز ميكوزا زيها زي بتاعت الاسوفاجس، انر سيركولار اهي، شريط واحد من السموث ماسل كده، وشريط متنطور كده خفيف من تي اس للسموث ماسل فايبر. طبعا فلات نيوكليس زيها زي الاسوفاجس، فلات نيوكليس، والنيوكليس عندي في التي اس بالشكل ده. دي بسميها ماسكولاريز ميكوزا، كل المنطقه دي كلها على بعض بسميها ايه؟ ميكوزا. تعالى ننزل تحت بقى الاقي الصب ميكوزا، كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبر، بس انا هرسمها ضيقه شويه. كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز اهي تمام، والسيلز موجوده فيها بنقط زرقاء اللي هي بتسميها الفايبروبلاست، والبلاد كابيلاريز موجوده عندي الريجولار ان شيب وذ فلات نيوكليس، نواه فلات. يبقى انا كده رسمت مين؟ الصب ميكوزا. تعالى بقى للماسكولاريز اكسترنا. الماسكولاريز اكسترنا هنا عندي في الفانجس ثلاثه لايرز، انر اوبليك، ميدل سيركولار، اوتر لونجيتيودنال. inner oblique middle circular and outer longitudinal. انا عرفت السموث ماسل وانا برسمها في الاسوفاجس زيها زي السموث ماسل الموجود عندي، فالاوبليك هرسمها ازاي؟ بميل بالشكل ده، فيها ميل، فانا هرسم ماسل فايبر اهي سموث سبندلين شيب بس واخده الشكل اوبليك، واخده شكل ميل بالشكل ده. دي اللي انا برسمها inner oblique اهي، بس خلي بالك ليها سن هنا وسن هنا لانها سبندلين شيب، واملاها المنطقه دي كده بالاوبليك ماسل فايبرز اهي تمام. ارسم واحده كبيره اهي بالشكل ده اهي،
دي كده اوبليك تمام. والنيوكليوس بتاعتها تتميز انها اوفال ان شيب. واروح اعمل النيوكليوس اوفال ان شيب اهي، مش فيلات كده ونقط شرطه، لا اوفال ان شيب اهي. ده الاوبليك. طب السيركولر زيها زي اختها فوق، بس بدل ما كانت طبقه واحده اعملها كذا لير. ادي السيركولر ميدل سيركولر اهي، ميدل سيركولر ويز فلات نيوكليوس. طيب اوتر لونجيتودينال عرفتها في الاسوفيجاس اهي، مجموعه من المسلز قاعدين راوندد في جروبس اهي، باندنز راوندد غير السكيليتال ماسل راوندد تمام ان جروبس، ومجموعه فيها النيوكليوس مجموعه ثانيه ما فيهاش. ده اللي هو اوتر لونجيتود. يبقى الثلاثه دول مع بعضهم بسميها ماسكولاريز اكسترنا، ماسكولاريز اكسترنا. اخر حاجه عندي اللي هي السيروزا، كونكتيف تيشو سيلز، كونكتيف تيشو فايبرز اهو، سيلز اند فايبرز زيها زي السب ميكوزا واللامينا بروبريا. بس هنا بقى السيروزا هي بيريتونيال كفرنج. هو ايه البيريتونيال؟ سيمبل سكوماس ابيثيليوم. فحاجه اعمل خط كده، بس الخط ده اخليه الريجولار، واجي شوف بقى اعمل سيمبل ابيثيليوم ازاي عليها، عباره عن اهو سيمبل ابيثيليوم او فلات سيلز على الخط ده. ده اللي هو بنسميها سيروزا، اللي هي اخر لير من بره بالنسبه للفندس. يبقى اذا هقول على دي سيروزا، سيروزا. يبقى ده كان رسمه الايه؟ الفندس البيلو، الفندس اللي هي فيها الفاندنج جلاندز. ثانك يو فيري ماتش. هكمل على طول في الفيديو اللي بعديها البايلورس، وهعمل كومبارسون، مش همسح دي هخليها، وهعمل النين البايلورس عشان نعرف ازاي بتترسم. شكرا جزيلا، تحياتي.